المجسم الخاص بملعب وسط جدة راح يتم افتتاحه في عام 2027 في وسط مدينة جدة، واللي تم توقيع عقود رعاية مع نادي الأهلي والاتحاد بخصوصه. هذا الملعب راح يتسع ل 45,000 مشجع، وراح يكون وجهة رياضية متكاملة، لأنه الملعب راح يكون في حي رياضي، راح يكون في كثير من الأمور موجودة في الملعب مثل ملاعب بادل، كرة السلة، عيادات، وكثير من الأمور الرياضية اللي راح تكون محيطة في هذا الملعب. الميزة في هذا الملعب أنه راح يكون ملعب مكيف، وقد يكون أحد الملاعب النادرة في السعودية اللي راح يكون فيها تكييف، بالإضافة إلى أنه راح يكون في مواقف تحت الأرض لجميع المشجعين. أريكم بعد شوي لقطة بتبين لكم مكان الملعب في المشروع وقربه من البحر المتواجد في مدينة جدة. حتى التصميم حق الملعب مستوحى من الثقافة والتراث في مدينة جدة. ملعب جميل. هذا الملعب بمجسم أصغر، شكل الملعب راح يكون بهذه الطريقة. ولو تلاحظون أنه البحر هناك قريب مرة، مسافة قريبة يمكن ما تتجاوز 10 دقائق مشي، راح يكون الملعب في محيط وأيضا حدائق ومنطقة رياضية متكاملة. مشروع الواحد يفتخر فيه الصراحة. هذا هو ملعب خزام، مشروع خزام الكبير جدا في مدينة الرياض، اللي ضخامة المشروع أعتقد باينة لكم من المجسم الخاص بالمشروع. مشروع قائم على دمج السكن مع الطبيعة، ويحتوي على ملعب رياضي. حتى هذه اللحظة ما في معلومات إضافية عن الملعب، لأنه في المرحلة الأولى ما نعرف كم سعته، ما نعرف المميزات اللي راح تكون في الملعب، إيش راح يكون هذا الملعب أساساً. لكن أكيد هو ملعب كرة قدم ضمن هذا المشروع، وهناك اقتراح أن يكون بجانبه أيضاً حديقة راح تشمل هذه الحديقة على ملاعب كرة قدم وبادل وكرة سلة والعديد من الأمور اللي راح تكون بجانب الملعب. الملعب موقعه جميل، وراح يكون يعني الميزة فيه في الإخراج الإبداعي، لأنه المنطقة خزام بالكامل هي منطقة سكنية طابعها طبيعة، طبيعة زي ما تشوفون الخضار والأمور الزينة اللي تفتح النفس. أعتقد أنه خلال سنة على الأقل راح نعرف تفاصيل كثيرة عن هذا الملعب. وغير صحيح ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ملعب خزام هو ملعب شمال الرياض، لا، في فرق. ملعب شمال الرياض ملعب مختلف عن ملعب خزام الجديد. يعني احنا نهني الاخوان في المملكه. انا بصراحه ما اعرف الشخص اللي قاعد يتكلم ولا كان ذكرت اسمه، يعني هذا حق ادبي ومن باب الادب الاعلامي ان نذكر اسم الشخص، لكن ما اعرف صراحه. اللي عرف ان اللي اعطاني اياه اخوي صالح الخنا واللي دز لي هالفيديوين. النقطه الثانيه اللي بعلق عليها، يعني في جده اليوم الجوهره وملعب الامير عبد الله الفيصل، والان هذا الملعب ايضا تحفه جديده في 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 مدينه جده. انا ملاحظتي وبعطي الاخوان الراي طبعا، ان 45,000 متفرج اعتقد شويه، وجهه نظري، لان حسب كلام الاخ ان هذا الملعب حق الاهلي والاتحاد. يعني ال 45,000 متفرج اكيد يعني مبارياتهم راح تنقل الى استاد الجوهره ما في شك، لكن اتكلم حتى لو مباراه حق الاهلي، واعلم ان الاهلي جمهوره اكثر من الاتحاد، وكما يقال جدة أهلي وبحر، لكن بالنهاية أيضا لما يحضر أيضا جمهور الأهلي ما راح. معلومتك مو صحيح. هذا معلومتي. لا 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 هذا عموما، لكن أنا لا 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 بس لا 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 معلش خلص دقيقة بس خلص خلص الجزية بس قولها قولها بس أقول لك ترى هذه إحصائية الاتحاد أكثر. لا يبغى كيفك بس الجزئية أرقام وجوهر الأخيرة مسعود ما تغير حقيقة، أرقام إحصائيات تذاكر الجزئية الأخيرة بس بعلق عليها إن مواقف تحت الملعب. يعني شيء شوف شوف الناس شلون تفكر، يعني مو والله برا وتاخذ مساحات من برا، لا لا تحت الارض ما مواقف. خل موضوع المكيف الان، يمكن اغلب الملاعب اللي راح تصير في السنوات القادمه اغلبها راح تكون مكيفه نظرا للجو، لكن اتكلم ان مواقف تحت الارض هذه ايضا من الامور اللي يجب ان، يعني احنا مباني حكوميه عندنا بدون مواقف، مو ملعب، مباني حكوميه بدون مواقف. والله روح البطاقه المدنيه
ما تدري وين تصوت يا رجل، ما تدري وين تصوت، تروح وزارة التربية ما تدري وين تصوت يا ريال. مجمع سكني، مجمع سكني مباع، الشقق مباعت مباعت اليوم اقرا. ما في مواقف، ما في مواقف صح. انت يعني هو هذه الجزئية يعني، هذا اخوان في وزارة الاشغال لما يعتمدون مخطط او يعتمدون مبنى، يعني انت ما وين عايشين يا اخوان؟ ترى احنا عايشين بالكويت، كل واحد عنده سيارة، كل شخص مقيم بالكويت او مواطن عنده سيارة فوق، يعني كل واحد بيزور، عمرنا ما رحنا والله بنزور هيئة حكومية خمسة بسيارة ولا نروح بباص، تلقى احنا ثلاثة نتواعد كلنا كل واحد سيارته عند الوزارة. ايوه اخوان في بداية اي مشروع بدبي اتكلم انا، مبنى سكني اي مشروع قبل لا تبني مقابلة اللي هو المواقف للسيارات، بحيث ان السيارة ما تكون واقفة برا، داخل لك موقفين داخل. فانت تتكلم عن الاستاد مثل هذا اللي شفناه تحفه معماريه، انا اعتقد ان الفرق اللي بينه وبينهم انهم ما عندهم وكيل محلي. الان في ظل التطور، في ظل النهضه العمرانيه، اكو شركات كبرى عملاقه بنت ملاعب ولا اروع، تحفه، ودك لما تدخل ملعب ما ودك تطلع، تاخذون معاها شنو افضل شركه. الالمان متميزين مثل ما شفنا الاخوان بقطر لما جابوا البرت الالماني، هو اللي سوى الملاعب الموجوده، فالعمليه سهله. لكن هم يتفوقون على ما عندهم وكيل محلي، يعني اذا دشت احنا المشاريع اي مشروع فيه وكيل محلي ما راح تشوف منه شيء. خير بقبال مسعود، تفضل. خير بقبال ان شاء الله، راح تشوف ملاعب، راح تشوف. انا تو في جنوب الصباحيه من يومين رايح مجمع جديد، زوروا في جنوب الصباحيه المجمع هنا ابو سعيد. نعم. مصافطه جباله، مصافطه بس هذا قطاع خاص. نعم. يختلف، تتكلم عن، انا اتكلم خاص عام، اقصد لا 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 إيه، دائما القطاع الخاص يسوي لك خدمات. صحيح دائما انا اتكلم عن القطاع الخاص. زين برج التجاريه خاص ولا تجاريه؟ خاص. لا خاص. طيب تجاره عقاريه نسط على شيء يوميا على طق اليوكا. ده كلام مخالط. نفس الافنيو اللي بيصفط، اقرب مصفط حق تجاريه وين بسعود؟ حديقه الشهيد. حديقه الشهيد. اي بس هذه مسؤوليه منو؟ مثل ما قال بسعود، لحظه، انا لما اودي المخطط البلديه مسؤوليه البلديه والاخوان البلديه. الان بسوي مشروع، طيب شنو خدماتك؟ وين المواقف؟ ما اعطي. نعم. انا وياه ما اعطي لما اوفر كل هذا. اللي يشتغل خاص ولا عام يقدر يشتغل، يقدر ينجز للبلد. نعم. يقدر يبدع. نعم نعم. انت بتجيب يعني مثال قطاع، شوف 360، شوف الافنيوز. اي والله كلهم مواقفهم. هذا احدث مثال قبل. نعم. يومين يعني. طيب. مجمع جنوب، انا بروح اكبر مواقف عندنا الافنيوز. نعم بروح كل العالم بالافنيوز. نعم. وما يستانسون، ما عندك الا لبن، ما كل اهل المكان ولا عمرك رحت قلت ما في مطعم تاكل تشرب ولا مره عزمت انت. زين كل شيء بلبن، فندق فيه كل شيء فيه. انت عزمت انا؟ عزمك شو